أخبار الصحة عبر قناة صحة وسعادة. شهدت حديقة مشرف بدبي مسيرة كبرى بالدراجات الهوائية، شارك فيها أكثر من 400 متسابق ومتسابقة يمثلون منتخب الدراجات، ويتقدمهم العديد من النجوم، منهم النجم القاري يوسف محمد ميرزا ونجوم الأندية والعديد من الدراجين المحترفين والهواة من المواطنين وأبناء الجاليات العربية والأجنبية ونخبة من اللاعبات من مختلف الأعمار والجنسيات في إطار احتفالية اتحاد الدراجات وهيئة الصحة بدبي بعام زايد. نشكر اتحاد الدراجات على رأسهم رئيس الاتحاد أسامة الشعفار على التعاون مع هيئة الصحة لإبراز فكر زايد في الرياضة، وهذه مبادرة طيبة للموظفين هيئة الصحة، ونشكر بعد موظفي الصحة اللي شاركونا اليوم في هذا السباق، ونشكر جميع الأشخاص اللي خارج إطار الهيئة الصحة اللي شاركونا في هذا السباق. نشكر هيئة الصحة في دبي على تنظيم سباق عام زايد بالتعاون مع اتحاد الإمارات للدراجات الهوائية، وقد شهد السباق مشاركة كبيرة من المتسابقين للاحتفاء بعام زايد طيب الله ثراه. تضمنت الاحتفالية إقامة 3 سباقات داخل حديقة مشرف لموظفي وموظفات هيئة الصحة وأصحاب الهمم، وبلغت مسافة كل سباق 15 كيلومترا، وأسفرت نتائجها عن فوز عيد الأحباب ببطولة سباق أصحاب الهمم، وفي سباق الموظفين حل علي السعدي في المركز الأول، وفي سباق الموظفات فازت فراهين زيندا بالمركز الأول. Assalamu alaikum, good morning. Ana Farheen Dhinda min Idara Taghdiyya. I'm from the Clinical Nutrition Department. I'm very happy to be a part of Year of Zayed Cycling Ride and to be first among the women's category for the cycling race. Thank you so much, DHA. Thank you, Year of Zayed. أخبار الصحة عبر قناة صحة وسعادة.